ونبقى في الجنوب، حيث نفذت الأجهزة الأمنية المختصة حملة أمنية واسعة في الوسط التجاري في بلدة مؤتة بمحافظة الكرك، سعيا منهم لتنظيم الأسواق وضبطها وللقبض على مطلوبين من ذوي الأسواقيات الجربية. من جهتهم، ثمن مواطنو الكرك وأصحاب المحال التجارية الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية. مصادر أمنية أشارت إلى أن هذه الحملات ستستمر خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل. لفتة رائعة جدا جدا لم نشهدها في السنوات الماضية. احنا كتجار كنا فعلا كان من المعضلات التي نواجهها في العشر الأخير من رمضان انتشار مثيري الشغب وبكثافة والمزعجين للمتسوقين والمزعجين للتجار. نشكر الأجهزة الأمنية على ما قامت به من جهود لضبط السوق في الفترة هاي، لأن السوق في الفترة هاي بحاجة لجهود بحيث منع المشاكل وبحيث الأمور تمشي، الحركة التجارية كويسة والأمور طبيعية.